15/2/2023 نقوم بتجهيز الألبسة للأطفال المتضررين من جراء الزلزال الذي حدث في الشمال السوري. في مدينة جندرس المنكوبة نقدم الوجبات الطعام الجاهزة لأهلنا المنكوبين في المنطقة. كل شكر للإغاثة الإنسانية على ما قدمت. شكرا للإغاثة من القلب. Do not hesitate to be generous with your kind support. We will continue to give.